بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غير حالنا جميعا إلى أحسن حال. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. موضوع لقائنا اليوم بيان لهذه الآية الكريمة، وهي الآية التاسعة من سورة الإسراء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورة الإسراء الآية التاسعة. هي ثمثن في ثمثين سجد لا يغد نشرح السجيم يرضى ربي سبحانه ذلية ثيست سعدي سورة الإسراء. ربي ناد إن هذا القرآن، اسم سيد فواليس في القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو أعظم الكتب، القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية. والقرآن كما تعلمون تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الزبور أنزله الله على داود، التوراة على موسى، الإنجيل على عيسى، القرآن على محمد، كما قال الشاعر باللغة القبائلية: إنك سلعة ذي اللان ذي الزبور الذي يروي ذي تسفرفيرا، سلعة ذي اللان ذي التوراة إذ راروي ذا علين، سلعة ذي اللان ذي الإنجيل الطجرة ذوين ثمرا، سلعة ذي اللان ذي القرآن يلدين في بوري غلقا، ينزل دغف محمد أرسل النبي عزيزا. الكتب السماوية جاءت بأصل أصيل وهو التوحيد. جميع الكتب اللي نزلها ربي سبحانه على النبيين والمرسلين على المرسلين تدعو إلى توحيد الله وترفض الشرك بجميع صوره وأشكاله. في كتاب مرة إدنزلان في مشقاني دي شقع ربي سبحانه السولانت التوحيد ربي ونوري ساشري ذي العهد يون يوني دبين يكل الأنبياء والرسل لي ميساجين لي بروفيت نغ إم والهن تالسا هداة البشرية كلهم جاءوا بعقيدة التوحيد. والدليل في قوله تعالى في سورة الأنبياء في الآية رقم 25، ربنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأصل الأصيل، هذا هو الركن الركين، هذا هو الأساس المتين. في كتاب مرة سوال انتر التوحيد ربي ونوري ساشري لا يقوم السلام رب دي قار إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. التي هي أقوم أي التي هي أحسن، التي هي أعدل، التي هي أصوب، التي هي أجود، التي هي أيسر. هذه من دلالات كلمة أقوم، وهي صيغة تفضيل، صيغة تفضيل. هناك حسن، هناك أحسن. ربي سبحانه وتعالى لم يقل طريق قويم أو صراط قويم، قال للتي هي أقوم، صيغة تفضيل. إذن كلمة أقوم تحمل عدة معاني، تحمل معنى أجود، معنى أيسر، معنى أعدل، معنى أصوب، معنى أرشد، للتي هي أقوم. وفي جميع المجالات ربي سبحانه ودي قرأ القرآن أكنت وليه سافري ذي الهان إيقفنا كيفردان
ياك ذي الأمور ندونيث مرة، خاصة ذي أربعة الأمور، أربع أمور يهدين القرآن التي هي أقوم على الأقل، أو أربع مجالات، أربعة مجالات. المجال الأول هو مجال الإيمان، المجال الثاني هو مجال التشريع، الجانب التشريعي، المجال الثالث هو الجانب التعبدي العبادات، المجال الرابع هو الجانب الأخلاقي التربوي. أربعة الأمور عند القرآن توليها غسين الهان لمرة مزوارو. أين يعني الإيمان؟ القرآن ينجرغ دافريد السلاك، القرآن منهاج حياة، هو الذي أرشدنا إلى طريق التوحيد وهي الطريق الآمنة، بدليل الآية التي ذكرناها قبل حين في سورة الأنبياء الآية 25، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، والآية كذلك في سورة البقرة الآية 255 والآية 256، ربنا يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا ربي ورساشري الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر الآية 255. بعدها تأتي الآية 256 حيث يقول ربنا عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي في جميع المجالات بدءا من هذا المجال الأساس وهو الإيمان، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، إلى أن يقول الله عز وجل في هذه الآية الله ولي الذين آمنوا، المؤمنين ما يخليهمش ربي ضايعين، يرعاهم برعايته، يحميهم بولايته، ومن كان إذا كان الله ولينا فلا خوف ولا حزن ولا وجل. ربنا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك إخواني أخواتي القرآن الكريم أرشدنا للتي هي أقوم في مجال الإيمان، في المجال العقدي القرآن يولهاغ بشان السين ربي وحد السورس عشري سلاماس إلايات ذا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤان أحد، قراءة ورش قراءة حفص، ولم يكن له كفوا أحد، ربنا عز وجل وحده لا شريك له. هذا هو المجال الأول مجال الإيمان، إذن القرآن يهدينا للتي هي أقوم في مجال الإيمان. المجال الثاني هو المجال التعبد العبادات، ربنا عز وجل في القرآن الكريم أرشدنا إلى عبادته، الإنسان كي يمن بربي واش يدير، يمن ويريح يامن، خطر ممكن كاين بعض الناس تعرفوهم ونعرفوهم مؤمنين يقول لك انا مؤمن بربي، تخصني غير صلاه وتخصني الزكاه ويخصني رمضان والحج، ذايا الباقي كيما يقول الطباء اي رايس تو فا بيان، ما يخصني والو، شو ذي خصن خصي الزليثه كذا رمضان، يرنا كي نولي وزدي، يرنا كي نحمل الغاشي، يرنا كي نخدم الخير، يرنا يفعل واش يفعل، مشكلة سيكون عنده، يكون عنده مشكلة يوم القيامة لا حل لها، خاطر ربي سبحانه يناد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. أم بعد أي سلمان أقلق دين سلمان ممكن نقول كلمة خطيرة شوية، أيها المسلمون أسلموا كي يسلم الناس، أيها المسلمون أسلموا كي يسلم الناس، إلا قان رفث ثغري أي نسلم، إلا قان شمذي الإسلام سواسوا أن قرز تخلي النغ
بشوية ذيك ذاذن في الإسلام أدسنا الغورنا أدسنا الإسلام هذا منان خطر ما تسولين سلوكات النغ أهذا ذرولان أذكرهن الإسلام أذكرهن كل شيء اللاني مذانن السبب بيني ذاذن في الإسلام أذنكني نحن السبب ذلك رب سبحانه في القرآن الكريم مغدينا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إزمرة تخدمنا عشرة تخلصن وياض يرغو زيزو في القرآن إزيزو في القرآن أزيزو يرغاد أكذو القرآن يعني الخضر يتحرق مع اليابس بمعنى لابد أن نبرز الوجه الحقيقي للإسلام كما كان يفعل أجدادنا كين الناس يدخلوا الإسلام بسبب التجارة التجار المسلمين اللي يخافوا ربي اللي يسميهم النبي عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين التاجر اللي ما يغشش الناس عنده الصفة عنده ثيذة عنده الصدق ما يكلخل الناس لا في السلعة لا في السومة لا في الميزان هذون التاجر الصادوق يكون يوم القيامة مع النبيين مع الأنبياء يكونوا مع الصديقين يكونوا مع الشهداء يعني اللي يبغى مقام عالي في الجنة يكون صادوق في تجارته هذا بالنسبة للتجار التجار المسلمون عندهم معاملة حسنة مع الناس هذوك الناس كفار كي شافوا المسلمين عندهم التربية المليحة ولاو حبوا الإسلام بسبب سلوك المسلمين بسبب السيرة نتاع المسلمين المليحة السيرة جنس المنيث إيقرزن ذن ساثين السبا إيقصوضا إمذانا غسد الكفار شمن الإسلام سيث بورثي وسعان لذلك نكررها نقول أيها المسلمون أسلموا كي يسلم الناس لكي لا يكون بعض المسلمين فتنة لغيرهم نسأل الله العفو والعافية لذلك ربنا عز وجل شدنا إلى عبادة قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات في سورة الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين وفي يعني في آية كثيرة ربنا عز وجل قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فظل ثور سعر الكونجي لا عطلة ما دام العقل قائما ما دام مذام سوى اللغي سلاقليس ربي سبحانه عز وجل آثي حاسب في الظليث أي غر خطر العقل مناط التكليف يون ما يفغث العقليس يسلف ورعني غخام ذي يستولغ الله غالب أربا دي قرأت عفظم ربي لما ثموثم موري زميرا ليون ذي الظلسي في الدين أذي الظلسي غيمي أقبل تظليث موري زميرا ليوامان نغول يفامان وليفارمان نغيوظا آذي تيمم ربنا فتيمم صعيدا طيبا إذن لا عذر لنا ونون زميرارا وليفارمان نغيوظا يهلك آذي تيمم ذربي دينان ثل الطهارة الأصل وهي الماء الطهارة المائية ما يلولاش ثلو مقارن الطهارة الترابية وتسمى فقهيا في الناحية الفقهية طهارة البدل يلا واحد ما يقدرش يوقف خطر الصلاة بالقيام القيام ركن في حق القادر عليه لازم الإنسان يصلي قائم إلا ما قدرش يصلي جالسا إلا ما قدرش يصلي على جنبه الأيمن إلا ما قدرش على جنبه الأيسر إلا ما قدرش يصلي على ظهره إلا ما قدرش يصلي على بطنه يصلي
فظل لي ثورت سعر العذر هذه الظل في ذلك مسيف الدي ما يزمر وري زمير أرى سيغيمي وري زمير أرى في ذي سيفوس وري زمير أرى في ذي سزلماض وري زمير أرى فاروريس فوزاوريس وري زمير أرى يعثين جنيث مولاش ولو كان سفلا وعبوضيس إي لقى ذي الظل ربي ناد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجاءت آية أخرى في القرآن الكريم آية خاصة بالصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما في سورة البقرة الآية 111 وكذلك أي نعنى الصيام ربي سبحانه يناد في سورة البقرة الآية 183 يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون الآية 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن القرآن الكريم يرشد غي والهاغ باش نعبد ربي. اما قوين يعني تظليث قوين يعني رمضان قوين يعني العشور الزكاه والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سوره المعارج الايه 24 الايه 25 سوره التوبه الايه 60 ربي قرش كل من تعطي الزكاه وما تفكض العشور ثمانيه الصناف انت ايضا الايه 60 انما الصدقات اي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ثمانيه الصناف. القران رجي وث كل شيء في جنيثيد الحج كذلك لمن استطاع إليه سبيلا ونسان تزمرث أما القدرة الجسدية القدرة المالية والقدرة الحكمية خطر ثوران اللي بغي يروح الحج لازم يخرج في القرعة ولازم يكون عنده جواز سفر الحج. لذلك نأتي إلى الشرط الثالث حبيت نقول رسالة أن القرآن أرشدنا إلى عبادة الله وبين لنا المنهج. الآن المجال الثالث وهو المجال التشريعي. ما معنى المجال التشريعي؟ الكوتي جوريديك الجانب القانوني راه موجود في الشريعة موجود في القرآن الكريم آيات كثيرة. ربنا قال في سورة الجاثية الآية 18 قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة ومن بعد الشريعة تبين الحلال والحرام. سورة البقرة ربنا في الآية 275 قال حذروا الربا، الربا مش مليح حرام. ربي اللي قال هذا شريعة هذا حكم شرعي. ربي قال في الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا فريناها. يلا الآية 281 الآية 280 تكلم على الديون الاقتراض اللي يسلف الآخر يكتب الدين كما تأتي الآية اللي بعدها اللي بعدها يعني بعد آيتين. ولكن إذا كان سلفت الواحد يقول لك الله غالب ما قدرش أعطيني سمانة زيادة أعطيها له وسع عليه ربي وسع عليك اطلب الشهر أعطيها له. ربي اللي قال في القرآن في سورة البقرة الآية 280 والآية 282 قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين الأجل المسمى فاكتبوه. آية واحدة وهي أطول آية في القرآن آية تشريع آية تشريعية فيها القرض ديون توثيق فيها الرهن رهينة فيها الإشهاد إنيان في الآية فيها المعاملة بين التجار المعاملة بين التجار إلا أن تكون تجارة يعني عن تراضي منكم بمعنى التجار. الشريعة القرآن أعطى لهم تيسيرات لفاسيليتي لا سوبليس راهي موجودة أحكام تشريعية قرآنية ميسرة للتجار. لو كان قال شرع لازم التجار تعطي له مليار اكتبه روح النوتير أعطاك 100 مليون روح النوتير ما يقدروش. التاجر عنده وقت الوقت عند التاجر غالي بزاف لو فاكتور طون لذلك كاين لا سوبليس ما يكتبوش عادي فيه ملاير بيناتهم الله يعينهم الا كتبوها الله يعينهم ولكن ما حبوش يكتبوها كاين عامل الثقه لا كونفيونس للاسف عامل الثقه للان بعض الناس راهم يدمرون جدار الثقه. ربي يهدينا جميعا الى سواء السبيل. الثقه يريم ذانا اقلاط جيون زماني السوحاش نحن في زمن مخيف. تكري واحد الدار ولا حانوت ما يخرجش بالنوتير بالكاغط بجوج دبي يخرج الطريق تغنانت يا هواياس تسالو يقول لك ما عجبكش الحال وراه لا جوستيس. واش صرالنا
رانا في هم كبير، جداو الثقة إذا انهار بين الناس نفقد الأمن والأمان، بقى على خير. لذلك القرآن قالك لازم تفورتيفيو، تعطيو قوة لجدار الثقة، والآية كثيرة في هذا الباب. اسمحوا لي على هذا القوس اللي فتحته فقط باش نقول نحن مسؤولون. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم، وفي رواية ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لذلك يثمثن مدني غوالقي فين يعنان ثشرعيث، ثشرعيث الذي القرآن الكريم يفقنا غد ربي مشارا نعيش مشارا، أما غدق خامن غيث وشولين النغ أحكام تشريعية خاصة بالأسرة، لانت الأحكام التشريعية المتعلقة بالمجتمع يثمتي داخل المجتمع، أحكام تشريعية بين الجيران، أحكام تشريعية في القرآن دي السوق داخل السوق، التجارة، البيوع المختلفة إلى آخره، كاين الحلال كاين الحرام. الش القرآن ما يخليناش والشريعة ما تخليناش حتى نموتوا، واللي يموت عنده حقوق، لازم نغسلوه، لازم نكفنوه، ونصليو عليه، وندفنوه، ونعزيو ماليه، وندعو دعوة الخير، دا حقوقه. الشرع غي جارة أمذن ألا ميموث ميقموث إلى قتن الزيزدي، أم بعد سنسلس لبستها شبحانت الكفن، أنزل في اللاس وثننطل ونعزي مولان واسنف دعوة الخير. الشريعة لم تتخلى عنا أحياء وأمواتا، هذه هي الرسالة. وصدق الله إذ يقول في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والمجال الرابع والأخير هو المجال التربوي الأخلاقي، معنى القرآن الكريم راه يزرع فينا الأخلاق والقيم اللي بها نعيش في الأمان. خطر ممكن نلقى واحد مؤمن يصلي حاج بيت ربي ما شاء الله، ولكن الأخلاق نتاعو صفر لا شيء، هرد قاع الدنيا، إذا فتح لسانه يا حاصرة أي لسيلان ذاك سوم ذا شكيران ذا سنان، أكي قارن في قبيلي تا قورانت أكاية مثلا قارن أي لسيلان ذاك سوم ذا شكيران ذا سنان، السيل ستخدم ذا الشوال الفتنة أتفضل يرتسد ويثيرو سواوال. لذلك القرآن دي قرح ذاري عس كلامك وزن كلامك، لسان الحلو ورضع اللبة. ربي قال في سورة إبراهيم الآية 24 إلى غاية الآية 27 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومن بعد واش يقول ربي سبحانه ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. باش ربي قلنا عسر وحكم الأخلاق نتاعكم لازم تكون مليحة داخل الأسرة مع الوالدين. يا أخي ربي قال ولا تقل لهما أف، ولا لا لا ربي هضر مع ذراري قلوا ما تقولوش لوالديكم أف، ها وضرك قدروا نقولوا للوالدين عندكم تقولوا أفين ولادكم يغلق المنصي ضرا. أنا عاميه اللي أنتو راني مولان تساقوذ الدريا لو كان دين طاقة سيني أف ذمي سارة يرفون فلاس نسي زعفن فلاس إلا واندا يلا الخير والنكرارة، مازال السر مازال الخير مازال القدر الحمد لله، ولكن داغي لا وينين تسيذير السوحاش السقاد من يغدك طبق المنهج النبي عليه الصلاة والسلام دي قارن ما بالو أقوام ما بالو أقوام. الرسالة الأخيرة أن القرآن الكريم يهدي أقوام في المجال التربوي والأخلاقي،
إذا كنا مع القيم وعشنا مع القيم والمبادئ التربوية الأخلاقية سنعيش في سلام واستقرار. وإذا كانت هذه القيم ترافقنا في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا السياسية، في حياتنا الثقافية، في حياتنا الإعلامية، سنعيش في سلم وسلام وفي أمن وأمان. أما إذا تخلت عنا أو تخلينا عنها سنعيش في هم وفي هم كبير. ميلة صرف قاعلين نتسيذير يدس أني ذير ذي ثلويث ذي السر ذي لسر أكيك فغى ربي ذي القرآن الكريم وذيني دي وكذن في عليه الصلاة والسلام أغدي قار القرآن أجي ذي الخير القرآن أجي جامع. القرآن الكريم هو كتاب جميع أي جامع لكل خير، كتاب جميع أي جامع لكل خير. من ظفريث أنعش ذي لمان ذي ثلويث ذي لهنا. وصدق الله إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بعد كيف يختمها ربي سبحانه؟ قال ويبشر المؤمنين، يتبشر المؤمنين، يصفرح المؤمنين الذين يعملون الصالحات وقد يخدم الإصلاح أن لهم أجرا كبيرا. هذا وعد الله ووعد الله حق. جيغون ثلويث أرثم لليث. سلام ربي في اللون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.